والله مش عارف. أهني الشعب العراقي بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك الكريم، إن شاء الله يعم الأمن والأمان بالعراق أجمعين إن شاء الله، ويديم الموصل لنا ويحفظها من كل شر يا رب العالمين، ويبعد عنا كل سوء. والله الأعمار الحمد لله حياة زينة، وما شاء الله قدامك شوف شلون صارت الموصل، يعني من بعد التحرير لحد الآن قدمت خطوات يعني حيل حيل كبيرة. أمنيتها الخاصة والله الصراحة يعني بس يكون وظيفة يعني تعيني وتعين مستقبلي، والله إن شاء الله يعني نتأمل هذا الشيء. والله يعني كثار اكو خريجين وهذا يعني بالكذا الله، والناشد يعني الجهات المعنية بلت يوفرون لنا وظائف، يعني خاصة نحن حيل حيل دمرنا بفترة داعش. يعني الشعب العراقي والشعب الموصلي خاص بهذا العيد الكريم من الأمن والأمان لكافة العراقيين إن شاء الله. الحمد لله والشكر على أمان، كنا قبل ما أقدر أجي ليش، يعني بالنسبة لي عسكري بس والله العظيم ما أقدر أجي ولا عند هذه المناطق أصلا، بس أقدر تمشي براحتي الحمد لله والشكر، وما حررت العالم إلا بدم يعني دم شهداء. الله يديم الأمن والأمان على مدينة الموصل وعامة العراق، والله نتمنى الخير لكل الناس، كل الناس ان شاء الله الله يمشي رزقها، وان شاء الله ما حد يحق على حد ان شاء الله بعون الله. امنيتنا ان شاء الله الامور على احسن وعلى اضبط ان شاء الله، الكهرباء ان شاء الله تستعدل والامور ان شاء الله تصير على طياب، امنيتنا ينزل الدولار حتى الفقير يقدر يعيش والامور ان شاء الله تكون احسن واحسن ان شاء الله، هذا نريد وما عدنا زيد. اهني كل شعب العراقي واهني اهل الموصل على هاي الامور، على هالتحسنات العصير وعلى العيد الاضحى، وما شاء الله خير وبركة. أهني الشعب العراقي بصورة عامة وأهني الشعب الإسلامي كله، وإن شاء الله ينعاد عليكم صحة وسلامة يا ربي، والله ينطيكم الصحة والعافية على جهودكم، الله يتم إن شاء الله الأمن والأمان إن شاء الله يا ربي على أمة محمد، وإن شاء الله دوم يا ربي بصحة وسلامة أنت.